وصفات النهارده، بقطع البتنجان كده قلت اكسب. وصفات النهارده زي ما متعودين، وصفات خفيفه، خفيفه على القلب وخفيفه على الجيب وخفيفه على الروح. ليه بقى؟ ما بشيلش هم اي مصاريف فيها. عايزه اقول لك النهارده مثلا اول وصفه معايا، صدقوني هي مش اختياري، بقول لجوجو كده بحكي ما جوجو اعمل اكل ايه، كنت بعمل منيو الاسبوع، قال لي ما تعملي خلطه بيضه بالصلصه، لانه عاشق عاشق لفيلم الفار الطباخ، فقال لي تعملي خلطه بيضه بالصلصه. قلت له بجد صدق فكره؟ طب ما تقول لي طريقتها. راح مشغل لي الفيديو على طول الفيلم وقال لي دي طريقتها. طبعا هم في الفيلم مش قايلين الطريقه مظبوطه، يعني عاملين كده سسبنس. فانا قلت ايه؟ خلطه بيضه بالصلصه، هم حاطين عليها صوص كده، حتى هو ما قالش هو ايه، خلطه بيضه بالصلصه حاجه كده كلها خضار في خضار، هعمل لها صوص بالزعتر يجنن مع شويه اضافات. هناخد طاجن محترم من الخضار بكل فوائده، وصحي جدا جدا جدا، ومن غير اي تكاليف، لا لحمه ولا فراخ ولا سمك ولا اي حاجه. طب تعالي بقى نقول مقادير الخلطه بيضه بالصلصه المشهوره جدا جدا. طيب هقطع ايه؟ بتنجان. انا هنا جايبه كل حاجه قد بعضها، يعني البتنجان هستخدمه عروس، اللي هو بتاع البتنجان اللي احنا يا اما بنخلله يا اما بنقوره وبنحشيه. هستخدم كوسة، طبعا الكمية بتاعتك أكيد يعني. هستخدم جزر وكمان بطاطس، شوية زيت زيتون، فصين ثوم، عصير طماطم، فلفل حار طبعا اختياري، معلقتين صلصة ومعلقة بابريكا وشوية زعتر فريش ورشة ملح وفلفل أسود ورشة كمون صغيرة ومكعب مرقة خضروات. تمام التمام؟ طيب ونزينها بقى باللي عندنا، شوية كزبرة، شوية بقدونس، روزماري، زعتر، زي ما انت عايزة. خضارك عندك هنقطعه حلقات، الخضار حتى في اختياره مفيش حاجات كتير، يعني كوسة، جزر، بطاطس، بتنجان، هو ده الخضار عندي. عايزة اقولك شهي جدا 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 ولذيذ جدا 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 ومفهوش اي تكاليف زي ما انتوا شايفين خالص. طيب هعمل ايه؟ اول حاجة كده هروح اجيب الطاسة بتاعتي واحطها على النار وهعمل الصوص لحد ما رصص الطاجن بتاعي، بس كده هحطها بس تسخن شوية واحط شوية ايه الزيت الزيتون بعد ما عندي طبعا طبعا الحاجه تسخن. الزيت الزيتون بسخنه بس مش بحرقه، ماشي، بنزله في طاسه سخنه وهو مش بسخنه، خلاص بحط اضافاتي وتشتغل على طول. ولكن يا جماعه حتى ولو حطينا زيت الزيتون وسخن مفيش اي مشكله خالص. ليه بقى؟ لان زيت الزيتون البكر الممتاز المعصور على البارد حاجه امنه جدا لصحتنا وصحه ولادنا، البكر الممتاز المعصور على البارد. وزي ما قلتلكوا كتير وهقولكوا ان زيت الزيتون من الحاجات اللي بتمشي في جسمنا، سبحان الله بتعمل كل حاجه صح. مش كده يصحح، يعني عارفين يصحح، بيصحح ايه؟ بيصحح معدلات الكوليسترول. ليه بقى؟ بيعمل ايه؟ بيقلل الضار وبيرفع النافع، هو كده سبحان الله من نفسه. بس هقول تاني، البكر الممتاز المصنوع على البارد هو ده زي اصح زيت زيتون انا بشتغل بيه. هقطع اخر واحده كده، طبعا بتنجان يعني حديد يعني فيتامينات، كوسه طبعا يعني بعشقها بعشقها، يعني لو قلت له احطها في كل حاجه فعلا بحطها في كل حاجه. وطبعا انتوا عارفين انا قبل كده عملت الكب كيك النباتي اللي هو بالكوسه وكان حاجه لذيذه جدا جدا، وما كانش فيه يا جماعه اي طعم للكوسه، لان الكوسه زي ما بقول وبقول كتير فقيره في طعمها، ملهاش طعم. تجيبوها يمين تيجي، تجيبوها شمال تروح. اخد معلقه خشب بس عشان ما اقلبش الليله اهو، وانزلها في زيت الزيتون ده، توم طبعا، ماشي اهو، ياخد كده ويدي معايا، وبعدين انزل عليه بقيه مكوناتي. تعالوا بقى نشوف الطاجن بتاعنا اللي هنرصص فيه كل حاجه. معايا كده التوابل بتاعتي زي ما انتم شايفين بسيطه جدا. بعمل ايه؟ بطاطس، جزر، كوسه اهو، وارصص كده
بطاطس، بتنجان، جزر، كوسه اهي. بصوا هفضل ايه الفها حوالين بعضها. طبعا الحاجات انا ضايفه الكوسه، ماشي الكوسه كانت عايزه تبقى اكبر شويه بس ولا ايه يهمنا اهي. بنلففها حوالين اربعه، بطاطس، بتنجان، جزر، كوسه اهي. ناخد الكبيره حتى فيها ونسيب الصغيره ونبدا بقى نرصص كده علشان الشكل يبقى واحد، نمشي بالترتيب ده على طول. اهو بصوا عاملين ازاي، شكلها حلو قوي. بصوا تحفه، بطاطس، بتنجان، جزر، كوسه، كله تقطيعات زي بعضها. ونحاول ان احنا كمان واحنا بنختار الخضار نختاره زي قد بعضه. انا عندي هنا الثوم خلاص ريحته طلعت، ما بحتاجش اكتر من كده. انزل عليه الطماطم اللي مضروبه في الخلاط طبعا من غير ولا نقطه ميه. في ناس بتحب جدا جدا تصفي الطماطم، وكانوا بيعترضوا عليا في المحاشي لما بقول انا بضربها في الكبه وبحبها محتحته. انا بحب الطماطم محتحته، يعني بحبها كده مش صافيه قوي يعني، وما بحبش اضربها قوي. لكن في وصفات زي وصفه الخلطبيط بالصلصه، لا هي تحتاج طماطم زي ما انتم شايفين كده، لا مضروبه ضرب ايه ناعم. وعندي هنا كمان معلقتين الصلصه، وبقى مكعب مرقه الخضروات، وشويه الكمون، وشويه البابريكا عندي، وشويه فلفل الحار، وطبعا ده اختياري اختياري اختياري. اقلب تقليبه حلوه واحط بقى ايه الملح والفلفل الاسود. بصوا لان انا هنا ضرباها من غير نقطه ميه على طول، هلاقي بتنشر ثقافتها. ورشه ايه فلفل اسود، وهقلب واسيبها كده على جنب. خلاص انا حطيت كل البهارات بتاعتي البسيطه جدا، هي وصفه بسيطه لكن خلوا بالكم، هو في الفيلم لما نقد الطعام دقها وصل يعني بذاكرته كده رجع لي لما كانت مامته بتعملها في بيتهم البسيط اللي ما فيهوش اي مظاهر للطرف، وهو ده اللي خلاه يرجع تاني يثق في المطعم او يكتب كلام حلو عن ايه المطعم. فهي حلاوه الاكله دي ببساطتها، وده كمان درس يعلمنا يا جماعه. وزي ما بقول كتير، اوعوا تستهونوا ببساطه الاكله، بالعكس بساطه الاكله دايما بيخليها ليها طعم تاني، مش البهرجه والاضافات الكتير هي اللي تخلي للاكل طعم، لا 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 لا، بساطه الاكله صدقوني. زي ايه الوصفه دي اهي، تلعب بذكرياتنا على طول، زي اكلات كتير مصريه احنا لما بنعملها بنبقى يعني حباها ولا مش حباها، بتحبي تعمليها مش بتعمليها، انت على طول وانس ان انت بتشم ريحتها بيجيلك على طول كده فلاش باك، امتى كنت بتتعمل وايه الاحداث اللي ما كانت بتتعمل، كنت معصراها، وبصوا القعده كانت شكلها ايه، البيت كان شكله ايه، ايه الكلام اللي كان بيتقال، السفره كانت شكلها ايه. كل ده في اكلات كتير على طول بنربط بيها للاحداث دي. فحلاوه الاكل يا جماعه دايما بيكون في بساطته مش في بهرجته. فاوعوا تستهونوا ان انا بعمل مثلا اكلات نباتيه ما فيهاش لحمه، في ناس تقول لك ايه الاكل من غير لحمه وفراخ هو ده اكل يتاكل؟ اه طبعا يتاكل، يكون طعمه حلو جدا كمان، مش يتاكل وبس، ده يتاكل ويتاكل ويتاكل ويبقى طعمه ألذ كتير. وطبعا اذواق يعني، بس حلو جدا يا جماعه ان احنا نعمل اكلات كده، مش مجبرين على فكره، ده مش اجبار، لا ده علشان صحتكم وعشان جبنه. يعني ايش الحاجات كتير قوي. ايه رايكم بقى؟ هفضل ايه
ارصص كده عندي هنا كل حاجه، ونروح لفاصل صغير ونرجع نحط عليها الصوص وندخلها الفرن. استنونا. وصفات النهارده بقطع البتنجان كده قلت اكسب وقت. وصفات النهارده زي ما متعودين، وصفات خفيفه، خفيفه على القلب وخفيفه على الجيب وخفيفه على الروح. ليه بقى؟ ما بشيلش هم اي مصاريف فيها. عايزه اقول لك النهارده مثلا اول وصفه معايا، صدقوني هي مش اختياري، بقول لجوجو كده بحكي، ما جوجو اعمل اكل ايه؟ كنت بعمل منيو الاسبوع، قال لي ما تعملي خلطه بيضه بالصلصه، لانه عاشق عاشق لفيلم الفار الطباخ. فقال لي تعملي خلطه بيضه بالصلصه، قلت له بجد تصدق فكره؟ طب ما تقول لي طريقتها. راح مشغل لي الفيديو على طول الفيلم وقال لي دي طريقتها. طبعا هم في الفيلم مش قايلين الطريقه مظبوطه، يعني عاملين كده سسبنس. فانا قلت ايه؟ خلطه بيضه بالصلصه، هم حاطين عليها صوص كده، حتى هو ما قالش هو ايه؟ خلطه بيضه بالصلصه، حاجه كده كلها خضار في خضار، هعمل لها صوص بالزعتر يجنن مع شويه اضافات. هناخد طاجن محترم من الخضار بكل فوائده، وصحي جدا جدا جدا، ومن غير اي تكاليف، لا لحمه ولا فراخ ولا سمك ولا اي حاجه. طب تعالي بقى نقول مقادير الخلطه بيضه بالصلصه المشهوره جدا جدا. طيب هقطع ايه؟ بتنجان. انا هنا جايبه كل حاجه قد بعضها، يعني البتنجان هستخدمه عروس، اللي هو بتاع البتنجان اللي احنا يا اما بنخلله يا اما بنقوره وبنحشيه. هستخدم كوسه، طبعا الكميه بتاعتك اكيد يعني. هستخدم جزر وكمان بطاطس، شويه زيت زيتون، فصين ثوم، عصير طماطم، فلفل حار طبعا اختياري، معلقتين صلصه ومعلقه بابريكا وشويه زعتر فريش ورشه ملح وفلفل اسود ورشه كمون صغيره ومكعب مرقه خضروات. تمام التمام. طيب ونزينها بقى باللي عندنا، شويه كزبره، شويه بقدونس، روزماري، زعتر، زي ما انت عايزه. خضارك عندك هنقطعه حلقات، الخضار حتى في اختياره مفيش حاجات كتير، يعني كوسه، جزر، بطاطس، بتنجان، هو ده الخضار عندي. عايزه اقول لك شهي جدا 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 ولذيذ جدا 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 وما فيهوش اي تكاليف زي ما انتم شايفين خالص. طيب هعمل ايه؟ اول حاجه كده هروح اجيب الطاسه بتاعتي واحطها على النار، وهعمل الصوص لحد ما ارصص الطاجن بتاعي، بس كده هحطها بس تسخن شويه، واحط شويه ايه؟ الزيت الزيتون، بعد ما عندي طبعا طبعا الحاجه تسخن. الزيت الزيتون بسخنه بس مش بحرقه، ماشي، بنزله في طاسه سخنه وهو مش بسخنه، خلاص بحط اضافاتي وتشتغل على طول. ولكن يا جماعه حتى ولو حطينا زيت الزيتون وسخن مفيش اي مشكله خالص. ليه بقى؟ لان زيت الزيتون البكر الممتاز المعصور على البارد حاجه امنه جدا لصحتنا وصحه ولادنا. البكر الممتاز المعصور على البارد، وزي ما قلت لكم كتير وهقول لكم ان زيت الزيتون من الحاجات اللي بتمشي في جسمنا، سبحان الله بتعمل كل حاجه صح. مشي كده يصحح، يعني عارفين يصحح، بيصحح ايه؟ بيصحح معدلات الكوليسترول. ليه بقى بيعمل ايه؟ بيقلل الضار وبيرفع النافع، هو كده سبحان الله من نفسه. بس هقول تاني، البكر الممتاز المصنوع على البارد هو ده زي اصح زيت زيتون انا بشتغل بيه. هقطع اخر واحده كده، طبعا بتنجان يعني حديد يعني فيتامينات، كوسه طبعا يعني بعشقها بعشقها، يعني لو قلت له احطها في كل حاجه فعلا بحطها في كل حاجه. وطبعا انتوا عارفين انا قبل كده عملت الكب كيك النباتي اللي هو بالكوسه وكان حاجه لذيذه جدا جدا، وما كانش فيه يا جماعه اي طعم للكوسه، ان الكوسه زي ما بقول وبقول كتير فقيره في طعمها، ملهاش طعم. تجيبوها يمين تيجي، تجيبوها شمال تروح. اخد معلقه خشب بس عشان ما اقلبش الليله اهو،
وانزلها في زيت الزيتون. ده توم طبعا. ماشي اهو. ياخد كده ويدي معايا، وبعدين انزل عليه بقيه مكوناتي. تعالوا بقى نشوف الطاجن بتاعنا اللي هنرصص فيه كل حاجه. هيلا كده التوابل بتاعتي زي ما انتم شايفين بسيطه جدا. بعمل ايه؟ بطاطس، جزر، كوسه اهو، وارصص كده بطاطس، بتنجان، جزر، كوسه اهي. بصوا هفضل ايه الفها حوالين بعضها. طبعا الحاجات انا ضايفه الكوسه، ماشي الكوسه كانت عايزه تبقى اكبر شويه بس ولا ايه يهمنا اهي. بنلففها حوالين اربعه، بطاطس، بتنجان، جزر، كوسه اهي. ناخد الكبيره حتى فيها ونسيب الصغيره، ونبدا بقى نرصص كده علشان الشكل يبقى واحد. نمشي بالترتيب ده على طول اهو. بصوا عاملين ازاي، شكلها حلو قوي. بصوا تحفه، بطاطس، بتنجان، جزر، كوسه، كله تقطيعات زي بعضها. ونحاول ان احنا كمان واحنا بنختار الخضار نختاره زي قد بعضه. انا عندي هنا الثوم خلاص ريحته طلعت، ما بحتاجش اكتر من كده. انزل عليه الطماطم اللي مضروبه في الخلاط طبعا من غير ولا نقطه ميه. في ناس بتحب جدا جدا تصفي الطماطم، وكانوا بيعترضوا عليا في المحاشي لما بقول انا بضربها في الكبه وبحبها محتحته. انا بحب الطماطم محتحته، يعني بحبها كده مش صافيه قوي يعني، وما بحبش اضربها قوي. لكن في وصفات زي وصفه الخلطبيط بالصلصه، لا هي تحتاج طماطم زي ما انتم شايفين كده، لا مضروبه ضرب ايه ناعم. وعندي هنا كمان معلقتين الصلصه، وبقى مكعب مرقه الخضروات، وشويه الكمون، وشويه البابريكا عندي، وشويه فلفل الحار، وطبعا ده اختياري اختياري اختياري. اقلب تقليبه حلوه، واحط بقى ايه الملح والفلفل الاسود. بصوا لان انا هنا ضرباها من غير نقطه ميه على طول، هلاقي بتنشر ثقافتها. ورشه ايه فلفل اسود، وهقلب واسيبها كده على جنب. خلاص انا حطيت كل البهارات بتاعتي البسيطه جدا. هي وصفه بسيطه لكن خلوا بالكم، هو في الفيلم لما نقد الطعام دقها وصل يعني بذاكرته كده رجع لي لما كانت مامته بتعملها في بيتهم البسيط اللي ما فيهوش اي مظاهر للطرف، وهو ده اللي خلاه يرجع تاني يثق في المطعم او يكتب كلام حلو عن ايه المطعم. فهي حلاوه الاكله دي ببساطتها، وده كمان درس يعلمنا يا جماعه. وزي ما بقول كتير، اوعوا تستهونوا ببساطه الاكله، بالعكس بساطه الاكله دايما بيخليها ليها طعم تاني، مش البهرجه والاضافات الكتير هي اللي تخلي للاكل طعم، لا 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 لا، بساطه الاكله صدقوني. زي ايه الوصفه دي اهي، تلعب بذكرياتنا على طول، زي اكلات كتير مصرية احنا لما بنعملها بنبقى يعني حباها ولا مش حباها، بتحبي تعملها مش بتعمليها، انت على طول وانس ان انت بتشم ريحتها بيجيلك على طول كده فلاش باك، امتى كنت بتتعمل وايه الاحداث اللي ما كانت بتتعمل، كنت معصراها، و بصوا القعده كانت شكلها ايه، البيت كان شكله ايه، ايه الكلام اللي كان بيتقال، السفره كانت شكلها ايه. كل ده في اكلات كتير على طول بنربط بيها للاحداث دي. فحلاوه الاكل يا جماعه دايما بيكون في بساطته مش في بهرجته. فاوعوا تستهونوا ان انا بعمل مثلا اكلات
نباتيه ما فيهاش لحمه ولا في ناس تقول لك ايه الاكل من غير لحمه وفراخ هو ده اكل يتاكل؟ اه طبعا يتاكل، يكون طعمه حلو جدا كمان، مش يتاكل وبس، ده يتاكل ويتاكل ويتاكل ويبقى طعمه ألذ كتير، وطبعا أذواق يعني. بس حلو جدا يا جماعه ان احنا نعمل اكلات كده، مش مجبرين على فكره، ده مش اجبار، لا ده علشان صحتكم وعشان جبنه. يعني يشيل حاجات كتير قوي. ايه رايكم بقى؟ هفضل ايه ارصص كده عندي هنا كل حاجه، ونروح لفاصل صغير ونرجع نحط عليها الصوص وندخلها الفرن. استنونا. بصوا بقى جمالها بعد ما اترصت، تحفه فنيه. لا تقولوا لي لحمه ولا فريخ ولا اي، تحفه فنيه بسيطه بس شكلها خطير. انا هنا بقى بحط ايه؟ بحط زعتر على الخلطه بتاعتي علشان اسقي بيها الخلطه بيتا بالصلصه اهي. يلا بينا بقى ننزل على ايه الخلطه بيتا. انا حطيت زعتر، ماشي يلا بينا. ادي الخلطه بيتا بتاعتنا لو مش عارفينها، عشان مش عارفه ليه انتوا مش عايزين تجيبوها، عملوا بصوا شكلها، بصوا جمالها، بصوا عامله ازاي، محدش عايز يجيبها خالص. هي دي. هننزل بقى بالخلطه بيتا بتاعتنا، هننزل بالصلصه على الخلطه بيتا كلها، ونحاول بقى ايه ان احنا نوزعها علشان برضو نفضل شايفين شكلها، ان هو شكلها المبهر في الموضوع. بس كده احط بقى شوية مية كمان سخنين. ونحط على كل ده اهو. تدخل بقى معانا ايه الفرن ونشوفها لما تستوي. ريحتها جبارة، عايزة اوزع كله بس كده، ريحتها حلوة جدا. ندخلها الفرن بقى عادي، ممكن طبعا نغطيها بورقه زبده. عايزه بس اجيب هنا حبه بس كده، نجحت. بورقه زبده وعليها فايل لحد ما نتاكد ان هي تستوي، وبعدين نشيل ورقه الزبده والفايل ونديها لون كده. هي اي حاجه بتدخل الفرن بتكون ليها طعم تاني. بس كده يلا بينا، يلا تعالي.